المشروع طبعا ادى فرصة لناس كتير من بره القاهرة، واكتشف فعلا ناس مش عارفة توصل وحلمها انها من زمان صوتها يتعرف وتبان يعني. وفي ناس جاية من محافظات بعيدة، وفي كمان من دول تانية زي السودان. انا معايا واحد النهاردة من السودان، ف يعني ده مشروع هايل ان هو فعلا اكتشف ناس كتير تستاهل. احنا لو جمعنا الحاجات اللي اتعملت يعني 50 ترنيمة وخمسين لحن وخمسين توزيع، دول هيطلعوا 150. فعشان تعملهم في سنة يعني كل حاجة عايزة تاخد 2.5 يومين تقريبا، وده طبعا بياخد مجهود فظيع، واكيد برضو حاجات خدت اكتر من كده. فاحنا لازم نراعي ده، وفعلا الموضوع يستاهل يعني. المشروع حقيقي فعلا، ومجهود اللي اتاخد فيه كبير، بس لا طبعا كله حقيقي، ودينا سجلنا ومن غير ما ندفع حاجة، وكله طلع زي الفل يعني. انا اسمي دكتورة ميرنا نجاح من اسيوط، وجيت عشان اسجل الترنيمة. اتحركت من الساعة 4:30 الصبح، ووصلت الساعة 10 تقريبا، 10:30. لا ما فيش حاجة اتفرضت عليا، ويعني استاذ رمزي اقترح عليا ترنيمة، وبعد ما سمعتها ما اقتنعتش قوي، وسمعت غيرها واقتنعت واخترتها، وطلعت فعلا حلوة وجميلة، كلماتها وألحانها وتوزيعها وكل. كانت بتتكلم عن الشك في وجود الله، مبسوطة بيها طبعا، مبسوطة بيها يعني، حلوة فعلا. أنا مختلفة وجديدة وما عملتش زيها قبل كده. استاذ رمزي نبه كذا مره على الجروب انه يعني ما بيرضاش يشيل حد غير لما يفقد الامل خالص، وهو حقه بصراحه يعني، لازم يجي وقت وياخد غيره يعني اللي مش مهتم. المشروع كله كان ببلاش، احنا ما دفعناش اي حاجه، جينا بس يا دوبك سجلنا وخلاص يعني، احنا ما اتكلمناش اي حاجه تانية. انا مبسوطه بالترنيمه اللي عملتها جدا، و يعني اديها 10 من 10 او 100% يعني، انا عجباني. وطبعا الباقي هيبقى لرأيكم، واكيد هنسمعه بعد.